أما الإمكانية الأخرى وهي إمكانية تحويل، وهو عبارة عن برنامج محول صيغ بالضغط على هذا الزر بيفتح لنا برنامج الصيغ المدمج في برنامج كورال فيديو ستوديو. بنضغط Edit وبختار وأضغط Open، بيتم إدخال مقطع الفيديو اللي أنا اخترته، وممكن أحذفه بالضغط على Remove، وطبعا ممكن أختار أكتر من مقطع فيديو بحيث إن هو يتم تحويله بالترتيب. ولو ضغطت Remove All بحذف كل مقاطع الفيديو اللي موجودة هنا. بالضغط على Options ممكن أقوم بتحديد أو بضبط الإعدادات بتاعة التحويل اللي أنا ذكرتها قبل كده، اللي زي مثلا Frame، بختار الصوت أو صيغة الصوت الفورمات، لأنه طبعا بتبقى صيغة بصيغة ويف، فبختار النوع بتاع الويف، أو ممكن أخليه بـ OGG أو بالـ MP3. يعني أنا بحدد صيغة الصوت لملف الفيديو بتاع الـ AVI، طبعا أخليها ستيريو أو مونو. وأنا شرحت قبل كده إيه الفرق ما بين الستيريو والمونو في الدروس السابقة في حلقة تحويل الصيغ. ممكن برضو من خلال هنا أحدد حجم الصورة بتاعة الكليب أو الفيديو 640×480، أو ممكن أخلي كل حاجة على وضعها وأختار فقط الصيغة اللي أنا عايز أحول ليها. متوفر AVI 3GB اللي هو بتاع الموبايلات، وفي FLC وفي FLV. FLV ده اللي احنا بنحتاجه، او زي ما نسميه فيديو الفلاش، او بيتم تشغيله من عن طريق مشغل فلاشي، MP4 MPG وفي WMV. فبنختار الصيغة اللي احنا عايزينها، ومن خلال سيف ان فولدر بنضغط هنا وبنحدد المكان فين، فهو بيبقى اوتوماتيك في الملف الخاص بالبرنامج في ماي دوكيومنت، ولكن انا ممكن اخليه على درايف اخر. اضغط اوكي، وبالضغط على كونفرت بيبتدي التحويل. بالضغط على هذا الزر بيتعرض قدامنا اللي تم تحويله، ولو انا ضغطت مرة اخرى بيتم غلق العرض وبيتم التحويل الصامت. هنا بوقف التحويل بصفة مؤقتة، يعني زي ايقاف مؤقت، ولو ضغطت مرة اخرى بيكمل التحميل. اما لو انا عايز الغي التحويل فاضغط على الزرار اللي هو اعلى يسار الكيبورد اللي مكتوب عليه ESC، فبيتم إلغاء التحويل. طبعا ممكن أتحكم في التراك مانجر بتاع مقاطع الفيديو. التراك مانجر ده بمعنى إن أنا ممكن أضيف، وده للتذكرة طبعا لأن أنا ذكرت ده في الحلقات السابقة، لكن للتذكرة أتحكم في المسارات الفرعية بدل ما هو مسار فرعي واحد للفيديو، لا أخلي مسار فرعي 2 و3 و4 من خلال الضغط على تراك مانجر. وبعد كده بعلم على عدد التراكات اللي أنا عايزها تكون موجودة. طبعا أنا كده خليت 6 تراكات فرعية أو 6 مسارات فرعية موجودة، يعني ممكن أحط هنا 6 شاشات صغيرين بيعرض فيهم مقاطع فيديو مختلفة على المقطع الرئيسي. ومن الممكن ان انا الغي تايتل تراك 2 او مسار العناوين او الكتابات الثاني، او اخليه زي ما هو متاح. ولكن طبعا في مسارات ثابتة زي الفيديو تراك الرئيسي وزي فويس تراك وميوزك تراك، دي طبعا ثابتين لا يمكن إلغائهم. وبالضغط اوكي بيتم إتاحة
ست تراكات فرعية أو ست مسارات فرعية يمكن وضع فيهم صور أو مقاطع فيديو يتم عرضها على الفيديو الرئيسي. طبعا الكلام ده تم شرحه قبل كده، ولكن كل اللي أنا بقوله ده للتذكرة. أستطيع أن أنا أتحكم في طول المسار، وده عن طريق البار ده. ممكن أقوم بضغط شكل المسارات، يعني ده طبعا هي كده على وقتها الطبيعي جدا، إلا إن بس هو الشكل اللي اتغير. ولو أنا مديتها، كل ما بحرك هذا الزر كده أنا مديت شكل المسار ده أو المسارات عموما كلها، إلا إنها بتبقى زي ما هي بنفس الوقت، هي بس بحتاجها أو بتبقى أحسن في حالة لو دقة متناهية في القطع من خلال التحديد كده أو في الثانية معينة. وبعد كده بضغط على زر المقص فبيتم القطع. أو لو ضغطت هنا هيتم القطع دلوقتي. فعشان كده ساعات بقى محتاج إن أنا أكبر المسار عشان تبقى أسهل للحكاية إن أنا أختار ثانية معينة، ولكن بيبقى الوقت زي ما هو. بالضغط على الزر ده بعمل زي حالة تراجع لآخر خطوة كنت عندها، يعني كأني بضغط على Ctrl Z بحيث إن لو وقع أي خطأ أو عملت أي خطأ بضغط على الزر ده فبرجع للخطوة السابقة اللي كان عليها البرنامج أو الحالة اللي كان عليها البرنامج. وبالضغط هنا بيبقى العكس، برجع لآخر حالة برضو كان عليها البرنامج أو برجع لحالة الخطأ اللي أنا كنت عليها. يعني بكده يكون انتهى حلقة النهاردة، وإمكانيات رائعة جدا وبسيطة إلا إنها هتفيدنا كتير جدا في البرنامج. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنعرف إزاي نحفظ الكليب بتاعنا في ملف فيديو، فتابعوا الدورة معنا.